يا كما ينقل الثوب الابيض من الدنس، اللهم ابدله دارا خيرا من داره، اللهم ابدله دارا خيرا من داره، واهلا خيرا من اهله، وزوجا خيرا من زوجه، وادخله الجنه، واعوذ من عذاب القبر وعذاب النار، اللهم ان اخانتي همتك وحبل جواري، ونقله من فتنه القبر وعذاب النار، وانت اهل الوفاء والحق، اغفر له وارحمه، انك انت الغفور الرحيم. اللهم ان كان محسنا فزكي حسناته، وان كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، اللهم جازه بالحسنات احسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، اللهم افتح ابواب السماء بروحي وابواب رحمتك وابواب جنتك اجمعين، برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين، اللهم انه نزل بك وانت خير منزول به، اللهم انا نسالك الفردوس الاعلى نزولا له يا ارحم الراحمين يا رب العالمين، اللهم ارجع قبره روضه من رياض الجنه، ولا تجعل فقره من فكر النار، اللهم انه نزل بك وخلف الدنيا وراء ظهره، وافتقر الى ما عندك، اللهم ثبت عند المسألة منطقه ولا تبتليه في قبره بما لا طاقة له به، وألحقه بنبينا عليه السلام. من الأهل ديالو جميعا اللهم يرضي أعظم أجورهم، اللهم يرضي أعظم أجورهم، اللهم يرضي أعظم أجورهم، وأحسن عزاءهم، واغفر لميتهم يا رب العالمين، لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبروا ولتحتسبوا، اللهم ارجع لهم من الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، حضور جميعا اللهم يرضي عشر خطواتنا، اللهم يرضي قبل منا أعمالنا، اللهم يرجعل خير عمرنا آخرة، وخير أعمالنا خواتمة، وخير أيامنا يوم نلقاك، اللهم يرجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. محمد رسول الله، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
مسكين.